عموما شو اول غنيه غنيتيها رح تغني لنا اياها هلا؟ اوكي كانت يمال الشام. يلا تفضلي. يمال الشام يا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي. يمال الشام يا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي. طال المطال طال وطول يوم يا لطيف ما كان على بالي. طال المطال طال وطول لا بيتغير ولا يتحول. لو المطال طال وطول لا بيتغير ولا يتحول. مشتاق لك يا نور عيوني مشتاق لك يا نور عيوني مشتاق لك يا نور عيوني. حتى نعيش الزمن الأول حتى نعيد الزمن الأول. لا 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 الله يا مريم والله في علق شغله بس بما انه يعني هون لو انتوا على راسي البريزنترز كل شيء بس عندي تعليق صغير يعني انه بعتقد مريم كانت مشكلتها الاساسيه انه انا بصراحه اليوم عم بسمع صوتك هالقد بوضوح يعني قد ايه حلو. مشكلتها الاساسيه انه طلعت مستر اكاديمي. لو طلعت ببرنامج ثاني انا برايي انه ستار اكاديمي ما بيعطي اهميه كثير للصوت بيشتغل اكثر على كاركتر الشخص المشترك وبالتالي انظلم صوتها يعني سوري بس مين ربح وقت انت كنت وقت ربح محمد عطيه المصري ايه مثلا مصري. محمد عطيه اكيد ما بيمل يعني صوت مين محمد شي 96 مره احلى من صوت محمد هلا هلا مش هيك بس هو بيجي تصويت كمان دعموه كثير بتعرف مصر كثير بس هو لو اشتركت بمسابقه بس للصوت يعني عرب ايدل بس لا شك بس لا شك مريم تتمتع بصوت فظيع هي لازم تثبت وجودها بعد البروجرام اكيد تثبت وجودها بعد البروجرام لو شو ما صار كتكوتي وصوتها حلو عن جد لا مريم عن جد صوتك رائع انت عم تتشاطر عليها وقلبها عم يحرق بدنا شي بروديوسر